بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله إلهي بان كما هذين إن مساجد كجامعة إن جسوا كل مي والله كل جين وحن دون إن مارك تان إلهي إن ندوانه أي مدى إن يا علماء إن أخيارتا إن خير كبدن لي مساجد كإن جسوا دويسي يا مجمع إن بركة سن كنا هلا يا كنا لا هلا يا إنت إن بوحن وبحنا إلهي إن ندوانه إن إلهي ودوانه وأنا آخر ذي نودي أرجعونه وأنا دوي ذا أنك قاعد أن الدين دين وحنا هاي إنك كقاعد أو خسارة الله شيء دوي دوي بلا بنتا وين أدم ماتا إلما ده شيء هداد مقاشن الله شيء دوي ده أيه أو بلا بتهي هبلو دين تهداد مقاشن الله شيء دوي ده أيه كدم ماتة آخر ذو نوي بلا بنتا يا يدو دم مات ماله هداد مقاشن هبلو دين تهي الله شيء دوي ده أيه كدم ماتهي آخر ذي وين كبنيت بنا أقبل أبنتي هبل باقو عينك مركان مقال مركا بوحال السويدية ده ذي أدوية محوكة تجي عالم ك سمضة ذات خلق كنا على ملائكتنا وحي السويدية هبل محاك سهرية إنك مركي بوحان السويدية نا مركان مقال هبل باقو أي محوكة تجي لكن ملائكت وحي السويدية يا محاك سهرية نبينا عليه الصلاة والسلام وكان نوشا لها ميت كمرك الله قادة يبو نبي قولي دكت الله سارتو انا عشك الله سارو نفت الله سيوة ده حديها نفو ناكسن و الهي تقانا و ادونك دوشي ده الهي امركي سقادة حديها هاي نوحي لها ده هاي انوان ليباني هوري ايجي بيلاد ها قبر ايجي هوري ايجي ديگا هدي نفت الله سيوة ده ايها نف بان او حن او مجرمة ده و دنب بدن و شرب بدن حديها هاي نوحي لها ده هاي تن وای خسارتی حال که باد خواهد دان. حالا که نفت آسی ایله ده های عدکست آیا مغلی سب رسول کویری؟ ایلا جین که این سگون بانن مغلین. حدی لباد الله مغشین لحنا داد کو اسم آسین وی ارگجح لحیم بونه بگو دعای سلامت و سلام. من تو آدیا بری و آخر ویان. معلم بونه بگو ارک صحابه دی سیا کامل فردی و شکی سن آیا. لان صحابه دو بشر به هایان. عبدالله بن عمر بن خطاب بالوییری. أصحاب النبي محمد من قسل الجرين هاو قسل الجرين بو يري لكن إيمانك وإيمانك قلبك وكجرة أي بورها كوينة بو يري ملائك ما يهين بشر بيهاين سدى إنكو أنوش قيسنة أوش قيسنة يين سدى إنكو ريري أبداً أولا ينحي سكة بداً بأولا هاين لكن قلوبتو دوحا كوينة إلهي با كوينة دينة أيا كوينة آخرة أيا كوينة مالين مالمها كمدو نبي وارك جمع أصحابتي كمل ومال يكو فدي مركا أي شيء كيسن أيام أو دولة عدين يعني قصقص الأيام مركاب النبي كوير لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أراكم عنه يعني الموت حداد مع معان دميها حصوص دي سي شيء كدي سعد بتسن لهيدين بو نبي قولي قصل كا أنجو أركا يواتك مشغول لهيدين بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام هذه أصحابتي نبي محمد أيوب بحذين مرول بينه نبي قدل جوغو وإلهي حسوسيو ودمشاد حسوسيو وآخرد حسوسيو إنكو مانت الزمن كان جوغنا زمن الفتن زمن فتن تي مشاكل كأي باتين هي فسادكم ميل والبقو يا لنا انتين وقباهي بضانا هي أصحاب النبي محمد إن مر والبلين حسوسيو إلهي اللو كولن كيسا
آخر إني جرت إن لقوا حسوسيو إنه قبر كادم بي إن لقوا حسوسيو وأرن لقما مرمانو كل جنا نو ولا بحنا هداد بدن له هيدين بونا بيقول مع معان دمية هوركي سي شيء كديسة قصل كأن نقو أركايا بونا بيقول عليه الصلاة والسلام ماذا لشان ما نتقصشان واتكم مشغول له هيدين بونا بيقول عليه الصلاة والسلام واجي بريء يقبل كيد عبا مالن كستي وحو بن آدم كوسي دواني أن وقبر جويان قبر جونا مركا أوحلا يا أوحلا يا هاي أنا جوري كليجا أيانا هاي أنا جوري درحيجا وصاحب كهابا أنا هاي أنا جوري مدوبابا أنا هاي واحد يقشع قيسات أم بعد صور دكان صور دي إجهلي دونتا نين ريم دينو أنصاريا جنازة دي سيب النبي قرعة عليه الصلاة والسلام مركا قبر جي لجلي إيل كلا دول دقي أيو النبي صحابة دي سي كيري استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل بنبي قد عليه الصلاة والسلام ولكن إلهي دمدافع ويدية سؤال قبرك حد اللو ويدين يا يا قولك حق إن لقصوكنا إلهي ويدية حد سؤال قبرك اللو ويدين يا بنبي قد عليه الصلاة والسلام وسؤال قبرك ومحي وصدح دا سؤال ودويان من ربك من نبيك ما دينك مر لي مركا قفك إنكو عندنا قبرك إنك إيمانو كأضم بياك صور دقائق يشغل دي سلام مقاشين بنا بقول عليه الصلاة والسلام لو ملك باو إيمان دونتا الفتانان دهنا ويفريسين يان قفك سد حدا سؤالو بقفل بويدين يان هدو بقر يحيوال لويدين هدو عالم يحيوال لويدين هدو ماركتاني ولي يحيوال لويدين هدو فاسق يحيوال لويدين بشر يدا دويدا كنو لوردن سد حدا سؤالو دوالا لسوكي دونا من ربك أياكو ربين يي أياكو قودين يي أياكو أرزاق يي أياد عبودي سي أياد بريي سي أياد رجيني سي أياد تلساريني سي ما دينك دين تادو محايا حيد دقن كاكو محوها محا دقن كدقة توتكو دقمي سي من نبيك نقلي نقصو دحسارينا محادو تقاني مرقا قفية مومك أدويد دوشيد إلهي قرناي إيمانك قبي إلهي بعد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح دا سؤالو دا قبرك قفل بلقو ويدين يو إلهي با قفك مؤمنك كسيق دونو إلهي با جوابته حليشين دونو ولا ليال إلهي نهي نغسو الله نغسو الله نهي نور دبير يو صدح دا سؤالو دا قفك سلو ويدين دونا مركا مؤمنك أدويد دوشيد إلهي كقبقا يي إلهي ماد أركن لكن رميه مخلوقا كو موغدا مخلوقا دركيسا لكن خالق لما اركا دونك انت لا جوغو جيركا دركيسا لكن روح لما اركو ادويدا دركيسا لكن اخرته لما اركو انت دونك لا جوغو منافع العقت دركيسا لكن منفعه الصلاه دي منفعه الثواب كما اركيسد وغيب اخرته لا كوغو توسين دونا شيء ما انت مشاهداتك انو موغدا ايا هدو تولا نكون دونا مغيبات وحكا قرسوي بو نكون دونا شيء غيب كما أنت كأقرصون وحول نقول دونا وحرت هذه مدد أركتو أيو نقول دونا ما أنت أدوية النوم وقت آخره النوم موقته لكن قف عمرك أدوية كي انتقالوا دنتو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أورن دونا داهي حجاب أيا كاسرنا نلشن لكن ما أنت داهي حجاب كي كاسر أو أن كأقرن أرجع قبوا حديد بقف كل أورن دونا وأدوية دي بان نقول دونتا مش غيب نقول دونتا عيال كيسية دوبر كيسية داري كيسية أدوية دي سي يا العقد سي والله كقرين دونا وحمرك واركي دونا عمل كي أدوية أو سوق بتي هدو الشر أهانا وحوارك دونا عقوبة دي سي عردي سي هدو عقوبة دي إلهي عردي بواركيا هدو خير أهانا ثواب كي أجر كي خير كي حسنات كي بواركيا أدوية دي وحن نقول إسا وح كاقر سومي آخره دين وحكم مقتين قوني دون تمركز. بركة إلهي تبارك وتعالى أدونك أنت عن جون الله ما أركي كرايو. لكن آياتك لا حيب على أركيا. ومن آياته الليل والنهار حبينك آيات ويان آيات ومحي معناه يقو وعلامة إله جريتان كيس لقو قرن أيو. مالنت وعلامة إله جريتان كيس لقو قرن لقو قرن أيو. جوجا يجيلك وعلامة إله جريتان كيس لقو قرن أيو. نولش يجيرد وعلامة إله جريتان كيس لقو قرن أيو لب يديدك وعلامة جريتان إله لقو قرن أيو فقرك يقند وعلامة إله لقو قرن جريتان كيس عالم كان صدو أسعد وحد كده حر كيس إن إله النظام كيس عالم كوب شقين أيو لكن نظام كإله عالم كانوا كم معمول أيو
ونظام غيب ولي نغري ما أركي كرينو سيدا روح دا جركة كجر تأشاد وعيسانو أركي كرينين قاعد عن تدق دقا قيقاد أركيسا دكت مغل قيقاد أركيسا لوكت سعود قيقاد أركيسا مدح دقا قيساد أركيسا لكن روح دا بنادك وما أركي كران لكن قال يا إسلام هل أمرك وقف كدنتو انتو بقف كدنتو ووهو يعني الدات رادة محاد لقوي واقن قفكي قاعد كما قوين لغنا كما قوين دق لغا ما قوسن ودن يحي جركي سيودن ودن يحي محل لغوي هدي ليدا دانا كل وضوح إليهن شيقي قيمة هالهابا ميشا كبحي شيقي قيمة هالوامحي والروح دي والروح دا ماذا أركتين مي سيادو قرن إيسا قلبك آيا قرن آيا القلب يدرك الحقائق بين هذا العلماء قلبك آيا حقيقة صوتها بنا آيا شيقي قيمة لها والروح دي ويان روح دو غيب ولا قاقري ما أركي كريسد لكن إنه جرت واحد كو قراني حركات الأعضاء عالم كان هذا كي صوتنا وحا ويان وكل جسد ويان نظام كان عالم كودن وحا كوهوز جرا نظام كإلهي نظام الغيب ليدا دو بركا مؤمن كي إيمان كقبي انتو أدوية دن جوغي بإله علاقة لها سؤال شوه الرئيس مركي ليدا من ربك وعولانيك ربكي والله بوليه مهرد دايدو إمن ربينين الله باي ربينيي دكانكو إمر ربينين إلهي باي ربينيي بيرتو إمر ربينين إلهي باي ربينيي دولتو إمر ربينين إلهي باي ربينيي حوله إمر ربينين إلهي باي ربينيي أنو كمان نولين وحنا دويدة دولي الله داني بل أمرك إلهي بان كن نولا لكن سؤال شهدت كمان تهديم مقرفان لقاتولي را ورمحات كن نوشهي نوال بحالك أي أسباب تو أي كسو قشر دخل جيسو هلكو كسو قلبو مركبة كوش هاجي مدمحو كورن والله مهرد يرو هلكن كوت الله كون نولاه مدمحو كورن عيال كيف دي بده أوب حيا كواسا كون نولاه هذا ينب حين ما بنولانن مدمحو كورن بير يربان كون نولاه بير مدمحو كورن أقل يربان نوكريسن كون نولاه رجيب دينه وحيد هذا لترات كيف كون ولا لترات كي معاشكي مي وين ترى هذا إلهي أمر كيسان كن الله يانكو الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وين وقفك قرتا دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله ما سعته شفاء حق إلهي بكتم أداء دكان كاجي مهرد دادن يسوق قاغن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بو كإمان يا وين أتقرت ربك هو الله ويان معبود هو إلهي ويان كعبادة متيست هو إلهي ويان كبريدة متيست هو إلهي ويان كرجها متيست هو إلهي ويان كعبسدة متيست هو إلهي ويان كليجي رجع كليجي كعبسو كليجي بريو بعيدا ده كليجي وشيبو ربك هو الله دين تيدنا الإسلام رقم كيقوا إسلام وحكلا أنكم ما رقموا وحكلا ما أمن سني دين بانو نولهي دين بان برانا يا دين بان كشقين يا قفك دين بان كجعلانا يا دين لعنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدو أحبحن إلهي درتي أبحن هدو أحمنعن إلهي درتي أمنعن هدو عيد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عيد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعدا ما يسترتيب النبي قد عليه الصلاة والسلام وين هذا نقطة قف لله لله أنه لو تاريخ الصحابة قلت على سيرة علي بن أبي طالب نين بايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري نينك أقوي تالو إنا قال دا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي با أدعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب نينك انتو قبتي بول لك دي مركو سيفتي قاتو يري قلي مركو سننا علي بن أبي طالب ونينك كورف ديبو قنوف وجيغا لك قطفي مركا سوى علي قنوفا لك قطفي وجيغا لك قطفي قال كينا دولكو جيفا علي نسيفتي بو حيستا قنوف با لقطفي علي وصرية وكك عاي علي صحابة دي وحي كويرا دن يا علي ما هذا وكك عذبا لقويري قال لما ننك دين وذولد قال لما يسي هذه كان قنوف وكوكوت فيه وارمارك وراء إلهي درتي بانو دا قال لما يي هذا عرا إسوق شيء بلو نفت هيدا درتي دين ندنا كبقي بيودي لله يد
وحان قبان إلهي درتي بانو قبان عدان جعلان إلهي درتي بانو جعلان عدان نعي إلهي درتي بانو نعي وحان بحن إلهي درتي بانو بحن وحا خيرا شاق إلهي درتي بانو شاق خير كان دقيسن إلهي درتي بانو دقيسن وإن أنه تقف دينية ودين دواي حكمين إيسو سج سواش قبرك وكوكو دبيا راتو ترادو أنيق دين تيدوا إسلام مركز النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام بالله أركاني أول أورندونا محل تقاني شخصا مركز أمومك إلي هو النبي جي محمد عليه الصلاة والسلام صدح دا سؤالات مومنكو مركو قبرك كجوابو أيا سمد لك دواقي أول أورندونا أن صدق عبدي أدون كي رمبو شاقي أفرشوه من الجنة فراش جنة لك سوقاضو أقبلا والبسوه من الجنة در جنة لك سوقاضو أحرا وافتحوا له بابا إلى الجنة البابنا جنة وقفر جنة هل كهكذا وذيب الأورانية دولكات كو عليسي ميت دولكات كو أسني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هل كاتكو أسني ونولك دحدي سويان إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وفوق سبع سماوات هل كاس وقفك مؤمن كو جنة سيكذا ونيا سيدا إنكو بآلة دنيا رأيمك آن حسنة موبيل كايجابات آتكو حيثتت قفك أدوية ده هلك أقدم بيجي جوجا مقالي موقال هلك هذا قد دعوانا إيشو قارد أمريكا قفك يجي جوجي أيها الذي قال هلك جوجا مقالي موقال أتكو وده هلا إنسان مؤمن كقبر قد حدي سنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيها النوشة قويري قبر قد حدي ده داق الله قفر يا هلك أبو كارك يا جنة يسيء نعيم تسيء حور العين تيس مركز الله ورن دونا إسكسح إسكسح قبرك هو ماشي مؤمنك وكسح نويان ما حق قبرك الله قد حسحنا يا لأن الجنة بحدة ظهور ده مجرته النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون بأن النبي قد عليه الصلاة والسلام قيردوا دمشدوا هرددوا 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 وقيردوا ولا شد أهل الجنة جنة حد يقول أنا مسحنا يا أبو رسولك يدي الدوية دن مالنتينا والفوفي ومعاش كسب حلالة كسوة شقيسا واد عباديسا وأتسود دالي هبين كيف أدير سيحن سدال كلاك عقب إيو أهل الجنة محين لا سيحنين وحين لا سيحنين وكوشيك يا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بإلى هيري أهل الجنة جنة هدي أي قلان جنة دحدي هذا واح تعب دالو سوغار يا مجرتو جنة أي قلان كوا كبحا يا ماه مركب ما بدال يعني مول وليان مول بهاريان مقبوبيان مدمنيان مبكونيان وحي تبانيان مجرتو وحي نيدكو قبطان والله هردقا يا مرقا واح دالين يا اي ابا هذان اني السيحدان سيدالكو وقبحو مبجر تبا مرقا ماشا مومكو كسيحاني وقبرق ويان ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكيل هي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورته نفوفة نابا إلى هيري إسرافيل با سورته أفوفة يا دهنا نقول كي كصبح دونا دهنا حق إلى هاي بالله سو أرين دونا مرجع سقف في مؤمن كي إيمان كلها وحول يا حي وما حي ولا يا يا هردد نجسوا كعيي وان جفني وان هردني هردد محن نجسوا كعيي ولا يا مرجو أرجع خلقي أو بنك قيامة سد أسكو دح سعد أنا وحول يا حي ما أنت وما أنت النبي دو أي نوع يبوهين إلهي الرسول شوش إلهي الرسول شيء سنة رمبي نو شكتي بوليا ما أنت وما لنت إلا نويا بوحي يوم القيامة ويا بركة نولش أدويدو وما لني يهبين نولش قبرقو وهبين نولش قيامه هنا وما لنك ليا نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلى حيري آية الليل آية النهار نولش الدوية دان كن نول هاي ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفا يسا هبين كينا واد نسانا يسا واد سيحانا يسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان سبيحتها يوم المحشر وبرقه يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصر بإلى هيري نعم الدوية دن انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يهبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا
habeenkaasuu nebigu noo sheegu yidhi qabrigu waa laba mid weeyaan amaa waa rawda min riyaad aljanna imaa xufratu min xufari annaar muuminkiina beer beeraha jannada ka mida looga dhigayaa gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgododka naarta ka mida looga dhigayaa nina uu hurdaa oo toddobaatankii sane adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeenna wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamulbarzakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah waxshatun fii qubuurihim walaa xasratun fii nushuurihim wakaannii anduru ilayhim wahum yanfuduuna turaaba calaa wujuuhihim wayaquuluuna alxamdu lilah aladii adhaba cana alxazan ina rabbana lagafuurun shakuur nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa dadka adduunka dusheeda laa ilaaha ila allah ehelkayga noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku keliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug wax muruggeliya arki maayaan waxaad mooddaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintii iyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yowm qur-aanka yowm buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma aljamci yowma attagaabun yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yowma attagaabun yowma attaama yowma asaakha habeen ma maqlaysid habeen ka doodoon waa kaase qiyaamaha markuu ilaahay ka warramaayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin keliya wa fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana yowma idin tucraduun laa takfaa minkum khaafiya yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowmbaa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala yowmkaasina qur-aanka ilaahay noogu sheegay waa konton kun oo sannadood ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa mufasirkii qur-aanka wuxuu ku fasiruu yidhi afartan kun oo sano waa la joogi toban kun oo sanona xisaabtaa ku dhammaani doonta buu yidhi afartan kun oo sano ayaa sidaa loo taagnaan doonaa toban kun oo sanona xisaabtaa ku dhammaan doonta nin acraabi oo reer baadiyaa ayaa sara kaco yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii acraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najawnaa warabbi alkacba kacbada rabbigeega ayaa ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabadgalnay buu yidhi markaabuu nebigu yidhi soo noqo seed ugu nabadgashay buu ka yidhi balii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi macid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan fayanduru ayman minhu falaa yaraa ilaa maa qaddam buu nebigu yidhi mid innika iniga mida ma jiro hadduu jirana buu rasuulku leeyahay rabbigii buu qiyaamaha la kulmi doonaa addoonkiiyo rabbigii maalinta cid u kala afcelinaysa ma jirto luga carabiya lagu wada hadlayaa xagga midigtu eegi camalkiisii buu arki xagga bidixduu eegi camalkiisii buu arki hortiisuu eegi naartii buu arki fataqu nnaara walow bishaqi tamra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war naartaa gaashaan ka samaysta buu nebigu yidhi gaashaan ka yeesha timir jeexeed oo sadaqadaad u bixisaan kolay noqotana timir jeexeed walow bishaqi tamra faman lam yajid fabikalimatin tayiba buu nebigu yidhi timir jeex jeex timire ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalka wanaagsan ha ku hadlo kelmad wanaagsan ku hadal subxaana allah waa kelmad wanaagsan alxamdulilah waa kelmad wanaagsan amri bilmacruuf waa kelmad wanaagsan dikrigu waa kelmad wanaagsan istikfaartu waa kelmad wanaagsan laa ilaha ila allah waa kelmad wanaagsan
walaalkaaga muslimka oo khayrka aad u sheegta waa kalmad wanaagsan munkarkoodu umada ka reebtaana waa kalmad wanaagsan kalimatu tayyibatu sadaqa bu nabi guri aisha radiyallahu anha ummul mu'minin ayaa tiri marku nabi guri yuxsharu naasu yawma alqiyamati xufatan curatan ghurla bay tiri yuuri nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayagoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayagoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tiri radiallahu canha ummul mu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma nin baa ma gabadh baa ma naag baa maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jira buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa assulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix soddon sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaan cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru baytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mowqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati tariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan wa rabbii laa adrii maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosli ha qosla buu yidhi anu taydaa ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohinba nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta ummul mu'miniin caaisha radiallahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuul allah maalinka sara jooga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi konton kun oo sannadood markaabuu nebigu yidhi yaa caaisha qofka mu'minka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin waa loo fudaydin salaadda faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigay buu yidhi intaan tukana salaadda maqrib imisa daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo mu'minka iimaanka leh ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka mu'minka aakhiraduu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eega meeshuu marayo aakhiraduu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya hadhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaale aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa inta goori goor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecee ku soo caabuday salaadaa yaree faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa